السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض بقى بقية الأجزاء بتاعتنا في الدورة بتاعتنا النهاردة. إن شاء الله عاوزين نشرح جزء مهم، إزاي أملى كومب بوكس زي كده من بناء على اختياراته لكومب بوكس تاني. إحنا طبعا خدنا قبل كده إزاي أملى في الكومب بوكس ده من الداتابيز، وده برضه هيجي من الداتابيز بس بناء على أي دي القيمة الفاليو اللي اخترتها من هنا. أول حاجة هنقف هنا على الفورم لود، على الفورم نفسها هنا، ونجيب بتاعتها لود نضغط هنا. وقفنا بس على الفورم لود، ونبدأ نشوف الجزء اللي هو ازاي بملى كومب بوكس. هذكركم بيه بس هو كان فيه فيديو كامل ليه ازاي املى كومب بوكس من الداتابيز. هي جملة ستورد عادية جدا، جملة سيكوال عادية جدا، بنكتبها من نوع سيلكت جوه الداتابيز. الستورد كان اسمه هنا شو سيرفيس باي اي دي. هنا بقى بنحط الداتا اللي جايه من الداتابيز جوه تيبل اسمه اتش اتش، وبنخلي الكومب بوكس ديسبلاي ممبرز من النيم والفاليو بالاي دي. دايما الفاليو لازم يكون بالاي دي بالنوع ايه. الكومب بوكس بالداتا سورس بياخد الداتا سورس بتاعته من اللي هو التيبلز اللي هو كان اسمه اتش اتش. ده الكود بيبقى ثابت معانا دايما في اللي انا املى اي كومب بوكس، بيبقى تيبيكال بالظبط، بس يا دوب بغير بس اسم الستورد واسم جوه السيكوال سيرفر، وابدا نفس الخطوات بالظبط. نروح بقى الجزء المهم عندنا اللي انا عايزه ازاي املى الكومب بوكس ده بناء على الاختيار من ده. هنقف على الكومب بوكس الاولاني واروح للايفنت بتاعته وهختار الايفنت دي سيلكشن الشيل. هروح نضغط عليها كده وندخل جواها، هنكتب الكود بتاعه ده اللي معناه اللي انا بقوله بناء على القيمه للفاليو للكومب بوكس ده املالي الكومب بوكس التاني. هو الكومب بوكس التاني كان اسمه كومب بوكس 4 دوت سيلكت فاليو نوت نال، بيقول بعمل شرط لو انا فعلا مختار حاجه من كومب بوكس 4 ابدا املالي كومب بوكس 1. او جوه الايفنت دوت كتبنا جمله اللي هو اللي بيعمل كونكشن اهوت. عملنا الاول الاف نتاكد اللي هو اليوزر فعلا اختار قيمه سيلكتد فاليو للكومبو بوكس الاولاني عشان نملى الكومبو بوكس الثاني. او بقى نفس الجمله بالظبط اهيت، بعملها بقى بس المره دي انا بملى بايه بالكومبو بوكس اللي هو دوت دوت سيلكتد فاليو بالاي دي بتاعه. شايفين اهوت حطيت شرط ده اسم الستورد جوه الداتابيس، ونحط الداتا النبض اللي يطلع لي في التيبل اللي اسمه دي دي ببارامتر بقى. البارامتر دوت ايه اللي هو الاي دي من نوع ال اللي باخده قيمته من الكومب بوكس الاولاني دوت سيلكتد فاليو. انا طبعا جمله الستورد اللي انا مدخلاها كانت باتنين بارامترز متغيرين، انما لو بصفه عامه انتوا بتشتغلوا فهي البارامتر المهم بالنسبه لي اللي عاوز اوصل لكم فكرته اللي هو بختار بالكومب بوكس الاولاني دوت سيلكتد فاليو، وبيكون دايما من نوع ال. ونفس الطريقة نفس الكتابة بالظبط ازاي بحط الداتا، انا زي اي كومب بوكس من اللاب نفس الطريقة بالظبط. كده خلاص خلصنا الجزئية دي وعرفنا ازاي بنعملها. اقولها لكم تاني بسرعة اللي انا في حدث الايفنت في الايفنت دوت الايفنت هنا الايفنت بتاع ده بتاع الكومب بوكس الاولاني. هنا دخلت كتبت الكود بتاعنا اهوت في نفس الايفنت دوت، دخلت كتبت الكود اللي هو بتاع الكومب بوكس بالاي دي اللي اخترته من الكومب بوكس الاولاني اهوت بالاي دي بتاع سيلكت فاليو من الكومب بوكس الاولاني، ونفس الخطوات بتتكرر معايا. والكلاس داتا مانجر دوت احنا اتفقنا من زمان جدا في بدايه حلقاتنا ان ده كلاس انا بدخله جوه البروجكت عندنا، وعشان بيعمل لي كونكت مع بين الداتا بيس بيسهل لي كتابه الاكواد، عشان يا دوب بعمل بس كل المسج دي من جواها وابدا اكتب عليها. هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت الفيديوهات بتاعتنا في الاول، اللينك بتاع الكلاس ده الكود بتاعه، بتاخدوا يدوك الكتابه اللي جواها كوبي بيست وتدخلوها عندكم جوه البروجكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.